مرحبا بيك زميلي احمد من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم طبعا من داخل حفل توقيع البروتوكول الاكبر للاستثمار الرياضي في مصر. ومعي طبعا في هذه اللحظات المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات. طبعا في البدايه يعني بقول لحضرتك الف مبروك على هذه الشراكه، وبرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. الله يبارك فيكي وبرحب بيكي وقناه النادي الاهلي والمتابعين. عايزين بقى نتكلم اكتر عن هذه الشراكه اللي الحقيقه هتعمل تطوير ونقله كبيره جدا في الاستثمار الرياضي في مصر. احنا من وجهه نظر شركه استادات من منذ تاسيسها ان كان هي قائمه على اداره المنشات والمنشات الرياضيه والاستثمار الرياضي، وليها دور هام جدا طبعا في مساعده الدوله في تطوير المنشآت دي. وتم بالفعل توقيع بروتوكولات مع وزارة الشباب والرياضة وهيئة المجتمعات العمرانية، وكان عندنا التوجه ان احنا نتوسع في أندية سيتي لتغطية جميع محافظات مصر. فمتوقع ان شاء الله بوجود البريد معانا ان احنا هنسرع وتيرة الوصول للهدف ده، وهيبان الكلام ده ان شاء الله على الفترة اللي جاية في على الأرض الفترة اللي جاية بإذن الله. ان شاء الله يعني احنا شفنا كمان من خلال المؤتمر جوه ان التطوير مش هيكون بس مقتصر على مصر وداخل محافظات مصر، لا كمان في خطه للتطوير خارج مصر سواء في افريقيا او في الوطن العربي. هو بالفعل طبعا احنا عندنا الاهداف بتاعتنا يعني كبيره جدا، طبعا بتبتدي في الاهداف الخاصه بمصر، وبعد كده ان شاء الله من ضمن الاهداف ان احنا نطلع ويكون لينا دور في قاره افريقيا باذن الله. يعني احنا الحقيقه في الفتره الاخيره زي ما قلت شفنا تطوير كبير جدا واهتمام كبير بالرياضه في مصر، مش بس في كره القدم زي يمكن ما كان سابقا، لا كمان في جميع الالعاب. حضرتك شايف ازاي ده هيكون داعم لكل الرياضيين المصريين؟ احنا طبعا شفنا الفتره اللي فاتت الحمد لله كان في اكتر من بطل توج سواء كان في بطولات العالم او في الالعاب الاولمبيه اللي فاتت، وده اللي خلينا بصراحه ان احنا نركز اكتر على اكاديميات مختلفه بحكم ان احنا موجودين في محافظات مختلفه علشان خاطر ان احنا نكتشف المواهب دي. وبالفعل ابتدينا نحط مع الاكاديميات اللي موجوده في الفروع دي برنامج لاكتشاف المواهب، وبدخول البريد المصري كشريك لينا هيبان الكلام ده اكتر ان شاء الله الفتره الجايه، لان فعلا احنا عاملين بروجكت كبير جدا بسكيل مختلف ان احنا نكتشف المواهب من خلال أندية سيتي كلوب في جميع المحافظات. الحقيقه ده كان واضح من المؤتمر جوه، يعني بشكر حضرتك جدا وببارك لحضرتك مره ثانيه. ميرسي جدا وشكرا لك. شكرا. شكرا لحضرتك. يعني ده كان لقائي طبعا مع المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطنيه. العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا هنا وشكرا المهندس سيف الوزيري.